شاهد ارجع لي الله وشاهد حلم شاهد الحلم الناس يقع على كرم نعم وشاهد وقع لي كرم ميزك الله عن الاخرين هذا شاهد وقع لي من ربي هكذا شاهد ربي الحمد لله علي. الحمد لله الحمد لله نعم وانا وهو لا منه ما وجعني شيء والله ما وجعني شيء ولا عطل شيء ما كان يأثر فيك أثناء النوم أبدا لا عطل لا عطل لي شيء ولا عطل لي شيء أبدا أبدا نعم الله يقول بحق ما حد طيب النظر متى راح من الوالد ما النظر نظري من قريب عليه شاهد علي من قريب استرق استرق المهب من عندما كف كثير ايه في حدود سنتين بس والله كان نظره لا كان نظره قوي ما شاء الله قوي اقوى من نظر شاب طيب خلال الفتره هذه صحته جيده صحته الحمد لله الحمد لله لله الحمد زار دكاتره او شيء او طلعت الدكاتره كشفوا عليه قالوا في اعراض اخرى المرض اخر رحنا به الى عتق بالفتره اي لا عتق وعرضناه على الدكاتره وشاف سووا له تخطيط قلب اي وشافوه وقالوا ما شاء الله تخطيط القلب حقه احسن من شاب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله سبحانه وتعالى عندما يهب المرء الصحة والعافية الله الله يعني يمنحه طولة العمر إن شاء الله الحمد لله عم صالح تشي تقول كلمة في آخر هذا اللقاء تقول كلمة للمشاهدين تقول كلمة للرئيس تقول كلمة للحكومة تقول كلمة للي أنت تشتيه لمن يا والد لمن تشي تقول كلمة في نهاية هذا اللقاء ايش دراني قول الكلمة اللي تبيها نصيحتك الذي سبها للرأس نصيحة للأجيال الوحدة تقولها كل ساعة كلام اللي يتردده دائما على الأولاد وتردده دائما في القرية أمام الناس يعني نصايحك أنت الرئيس إحنا بنستفيد منك ترى خلاص خلي براحته خلي عمي صالح براحته يقول اللي بغاه لا بأس قول اللي بغيته يا عم صالح الرئيس يقول منك كلمة حيا صباح الرئيس ماشي عنده قول حيا صباح الرئيس ماشي عنده كتر خير عدد النوت لأنها إنسان زين نعم قل له الله بيسامحه أول ما كان نعم بدأ الآن أتكلم شو قل له الله بيسامحه وهو الزودة الله الله في عمره وفي جنم وفي وحدته نعم وفي صلاحه وفي صلاح اليمن وفي صلاح الوحده ولبيت اليمن ولبيت كل شيء وانه ما شاء الله متوسط كله يقول لك انك متوسط انك ما تشي تعرف ما تعرف يفزع من ده ولا من ده ولا من انك متوسط وان ما بينفعك ان شاء الله شيء من اي مصائب الدنيا نعم بقدرة الله نعم هذا للرئيس هذا للرئيس واحنا والشعب واحنا الشعب وابنائك واحفادك احنا الله بيجنكم على قبر ثابت امين ان شاء الله امين ان شاء الله وبنده حبه للناس والناس تحبكم وان شاء الله ان الله يوفقكم بخير في الدنيا وبجلال لما في ساعة ان شاء الله سبحانه وتعالى واحنا والد صالح نتمنى لك طولة العمر لا والصحة لا وحسن الخاتمة حسن الخاتمة والجنة في الآخرة يا إن شاء الله وفي الآخرة في الآخرة إن نعم إن الله يوفقنا بخير نحن وانتو في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله سبحانه شاء وتعالى الله. وأيضا أشكر الوالد محمد صالح هذا حضورك للاستوديو وأرجو أن تهتموا كثيرا بالوالد إن شاء الله ما تتركوه تماما هذا بركة هذا إن شاء الله وحيث المهرة وأنت صبح المهرة والقه في ورقة وصدحه كده في التلفزيون مباشر كده مباشر يري عبر العالم اما النطق شاكد بحيث النطق ودريت بهدف لكي فوق يعني هدف يقول اسمحه وبيسمح الله ما يفكرنا على الهواء مباشره يقول صيغه الكلام صلحه في الكتابه ولا يقول نقدح على الهواء مباشره بس يا والد احنا على الهواء وبيصلحها الله الله يصلحك الله ان شاء الله جميعا ان شاء الله سبحانه وتعالى ونشكر ايضا الاستاذ عوض محمد ابن الوزير العملاقي عضو مجلس النواب وأشكركم مشاهدين الكرام واعذروني على التقصير وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته